أرسل لي أخ لنا بتذكرة بيقول أنه قرأ هذه، اسمعوني. قال: كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، اسمع الكلام، قال: اكتب لي، الرجل بيقول لابن عمر: اكتب لي بالعلم، اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. فقال ابن عمر وكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن اسمعوا الأميين واسمعوا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، يعني فارغ البطن، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما أمر جماعتهم، فافعل. فيعني صديق، ابن صديق ينتهي به العلم ويجمع العلم بعد نبي على ما قد سمعته. وإذ أخذنا ميثاقكم، بنو إسرائيل، هذول اتركوا تقولوا إنه هذول البعدة بنو إسرائيل، سبقناهم إحنا، سبقناهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، الآن اقرأوا على ليبيا وعلى ما تسمعون، ونسأل الله كفاية من بعدها. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أنفسكم يعني كمان بعضكم، طلع شو بصير، يعني يأتي صاحب السلطان من اليمين فيخرجون من الشمال، ويأتونهم من اليمين فيخرج هو من الشمال، أو حتى لا يبقى أحد فيها، ويقتل بعضهم بعضا، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، بيجيبوا لهم من برا، هذا بيقولوا جايب مرتزقة، وهذا بيقولوا بدنا أمريكا وفرنسا، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم قال بعدها: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الآية التي تليها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. فواضح لما قلنا لكم ولا نزال نقول: إذا أردت الله والدار الآخرة تخفف. فمن أول ما قتل بعضهم بعضا كان واضح، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يريدون عرض الحياة الدنيا، حياة الدنيا. طيب،